مشاهدينا اهلا بكم من جديد. استاذ نور، لماذا نمنح الابناء الاردنيات حقوق مدنيه وابن البلد لسه مش لاقي حقوق مدنية؟ هذا سؤال هبه القيسي. تفضلي. انا بدي احكيها من ناحيه حقوقيه بحته، من ناحيه قانونيه بحته، من ناحيه الدستور. الدستور الاردني ساوى ما بين الاردنيين جميعا، سواء كانوا رجالا او نساء، بغض النظر عن اصولهم او ديانتهم او عرقهم. ماده 6 من الدستور ثبتت هذا الموضوع واكدت عليه، بالاضافه الى العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه والعهد الدولي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، اكد على ان جميع الاشخاص متساوين. فبالتالي لا يجوز أمام القانون تحديدا، لا يجوز التفرقة أو التمييز ما بينهم أمام القانون أو بالواجبات أو الحقوق القانونية في الدولة. هذا إضافة أنه إحنا كيف نظرتنا للأردني والأردنية؟ هل هما الاثنين مواطنين متساويين بالحقوق والواجبات؟ أنا بالنسبة لي أنا بشوفها وبتخيل من ناحية قانونية إحنا بننظر لها أنه الاثنين مواطنين. فبالتالي ما يمنح للأردني يجب أن يمنح للأردنية، لأن الالتزامات اللي على الأردني هي مفروضة أيضا على الأردنية، من ناحية ضرائب، من ناحية أي التزام هو بيفرضه القانون، ما بيميز ما بين أردني وما بين أردنية. فلماذا نميز في الحقوق؟ إحنا سعيدين هلأ في الأردن مع التعديلات الدستورية صار في عنا إشي اسمه محكمة دستورية، وأنا بانتظار دفع أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الجنسية الحالي لتمييزه في المادة الثالثة بمنح أبناء الأردنيين الجنسية الأردنية وعدم منحها لأبناء الأردنيات. هذا بالإضافة لالتزام الأردن الدولي باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واللي أكد مع ذلك على ما ذكرته ما بين الأردن. جميل جدا، لكن هل الدولة تتحمل مزيدا من الأعباء؟ مزيداً من الأعباء، هل الدولة تتحمل مزيداً من الأعباء؟ أنا بعتقد أنه هاي المسألة في دراسات صارت عليها، في العديد من الدراسات، وآخر دراسة هي صدرت عن صندوق الملك حسين المغفور لإله الملك حسين المعظم، اللي هي كانت تحكي عن دراسة اقتصادية اللي هي ملخصها يعني بملخصها انه هذا لا يشكل اعباء اضافيه على خزانه الدوله، لانه هدول الاشخاص هم دافعين للضرائب. يعني على سبيل المثال خلينا نحكيها هيك، هلا الابناء الاردنيات اللي مقيمين في الاردن واللي لهم سنوات عديده مش فتحوا مصالح في الاردن، طيب، محلات تجاريه على غيره، ممكن يكونوا مسجلين اصلا باسماء أمهاتهم أو زوجاتهم إذا كانوا أردنيين، فبالتالي هم دافعين للضرائب إذا عمالنا منقولها من منطق اقتصادي. فبالتالي أنا بدفع فأني لي حق كمان بذات الوقت. طيب، هذا يعني الموضوع هذا بحاجة لتفاصيل كتيرة. جميل. بحاجة كمان لأرقام، وأنا بدي أأكد على نقطة الأرقام، لأنه ما يسرب من أرقام ليست هي الحقائق والواقع. أرقام عن إيش؟ أرقام على عدد الأردنيات، نعم، على عدد الأردنيات المتزوجين من أجانب. يعني أنت بدك تعمل أي دراسة، بدك تعمل أي دراسة لقانون، يجب أن يكون عندك رقم واضح. حلو. وبناء عليه تقدر تقيس الناحية الاقتصادية، تقدر تقيس الناحية السياسية، تقدر تقيس أي من الأردنيات المتزوجين من فلسطينيين، وبالتالي في تخوف اللي دائما يطرح مسألة الوطن البديل، أم هؤلاء الأردنيات، نعم، أم هؤلاء الأردنيات متزوجات من 17 جنسية ليست فقط الجنسية الفلسطينية. وفي عندي دراسة صدرت اسمها جواز السفر ماذا عن أولادها، صدرت عن جمعية نساء العربيات قبل سنتين، تحكي إن الأردنيات متزوجات من 17 جنسية. يعني فبالتالي هو الخطر اللي دايما يشاع على قصة الخطر السياسي، طيب، ليست هاي الحقيقة. لا صحة الخطر السياسي من تجنسي بالاستناد لموضوع الجنسية. اسمحي لي كون محور ثاني. معنا اتصال من السيد ماهر حتر، تفضل. مساء النور. مداخلة بسيطة. أول المنطق اللي عبد القيسي شوي. أنا أخ ماهر اسمح لي، صوتك غير واضح بعد إذنك. أنا بحكي على موضوع الجنسية لأبناء الأردنيات. نعم. إحنا أنا أول شيء بأيد اللي حكته الأخت القيسي قبل شوي. نعم. 100%. ما عدا التأمين الصحي والأمور هاي الحياة. شيء طبيعي انه اي بني ادم عايش على الارض بالاردن، احنا ابو حسين ما بيقصر مع ناس. طيب، وصلت اخ ماهر. انه تكون الجنسيه هاي موضوع بيختلف كليا، وانا بعترض على اللي حكته المحاميه قبل شوي،
انه الحقوق متساويه، اذا متساويه معناته الميراث كمان، ليش للذكر مثل حظ الانثيين؟ اذا طيب. ما في، مش مثل ما هي بتحكي، الدستور بمنح الحقوق لكن ما بمنح الجنسيه. اذا وصلت اخ ماهر رسالتك، اود ان اسمع رايك حقيقه. كلفة على الحكومة، العبء على الحكومة في منح هذه الحقوق المدنية لأبناء الأردنية. لا شك أنه لكل شيء لكلفته يعني، معروف يعني. بس إحنا يعني وقعنا على اتفاقيات كثيرة من أجل حماية حقوق الإنسان وإلى آخره، وأي إنسان يقيم على أرض غير أرضه وهي أحيانا يكون مسافر ويقيم هناك ويعمل هنالك، وبالتالي تقدم له كافة هذه الخدمات. يعني اللي عايش في بريطانيا تقدم له الإقامة كل سنة أو كل 5 سنوات ويحصل على العمل ويحصل على التأمين الصحي مثلا، وكذلك في البلاد الأخرى. لكن إحنا بدنا نعرف ليش صارت هاي المشكلة. هاي المشكلة كانت ماشية بصورة طبيعية لفترة ما، كيف انبثقت إنه صار في حالات زواج، إنه الرجل يتزوج من امرأة ويخلف منها وفجأة يختفي ويعود إلى بلده ولا يسأل عنها، وبالتالي برزت مثل هذه المشكلة التي أدت إلى تدهور الحياة الأسرية، ولا أدت إلى المرأة كي تتحمل أعباء كثيرة على نفسها. وجاءت الكثير من التساؤلات في هذا المجال. يعني أنا بعرف في قصة يعني أود أن أذكرها على سبيل المثال، وهي أن امرأة تزوجت من شخص تركي، نعم، وهذا الرجل التركي يعني خلف منها وذهب إلى بلاده واختفى، فهي بدأت تبحث عنه في تركيا، فبدأ أنه متزوج هنالك وله أولاد. والقانون التركي يعني هو القانون لا يمشي حسب الشريعة، يعني هم علمانيين في هذا المجال، يحرم من الزواج من امرأة أخرى، فبالتالي هي غير يعني غير معترف زواجها هناك وغير معترف زواجها هنالك يعني. فبالتالي هذه المشاكل المتعددة التي نشأت من هذه الحالات هي التي سببت مثل هذه التساؤلات. لكن أعود أقول بأن الحكومة يعني مستعدة لتقديم كافة المساعدات في النواحي المدنية. طب الأستاذ عبد الكريم مشريدي، كونك ذكرت هذه النقطة، ذكر وهو رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه يعني يصعب أنه يهرب الأب والأب بدل الدولة يتحمل مسؤولية الأم وأبنائها. صحيح، كلام سليم، لكن إحنا ننطلق يعني من نظرة إنسانية بحتة. يعني هل هدول الناس المتروكين بدون عناية يتجولون في الشوارع مثلا ويصل بهم الحال إلى حال سيء جدا، هدول بمثابة يعني فخ، يعني علينا أن فخ من أي ناحية اسمحي لي؟ فخ يعني أنهم بشكلوا نوع من الإحباط وبشكلوا نوع من المشاكل اللي ممكن تنعكس سلبا على المجتمع. يعني حوادث ممكن أنا لا أتهمهم هدول بالذات، يعني ابن البلد ممكن انه يرتكب، نسمع الكثير من حوادث العنف، نسمع الكثير من حوادث السرقات التي يعني تكاثرت هذه الايام، وبالتالي هذه ممكن ان تعكس نفسها سلبا، فبالتالي درهم وقايه خير من قنطار علاج. طيب. فبالتالي علينا ان نصرف هذا الدرهم كي لا ندفع قناطير من العلاج المكلف كثيرا على الميزانيه وعلى. طيب. انا عارف انه عندك تعقيب، لكن اسمحي لي قبل ما اسمع تعقيبك. عبر الفيسبوك علي الجزازي يقول: ما هي الحقوق التي يجب أن تعطى للمواطن، لأنه يجب أن تعطى للمواطن لأنه من باب أولى مناقشة موضوع المواطنة، حقوق وواجبات. أسامة أديب يقول: في دساتير جميع الدول المتحضرة الغربية لا يوجد فرق في توريث الجنسية عن طريق الأب أو عن طريق الأم. عبير تقول: عيب أنه هذا القانون يطبق في كل دول العرب ما عدا الأردن، متى رح يصدر قرار لمنح أبناء الأردنيات حق الجنسية؟ أنا سمعت أنه صدر لكن لم يطبق بعد، في كثير أبناء مظلومين ومعهم إثبات هوية ومو قادرين يشتغلوا أو يدرسوا. حسين الزعبي يقول: لا، مش من حقهم، لأنه بكل الديانات المرأة تتبع زوجها والأبناء بتبعوا الأب، فبأي حق بيطالبوا بجنسية أردنية؟ شفا عبندة تقول: الجنسية الأردنية حق لأبناء الأردنيات وهي ليست مكرمة من حكومتنا الرشيدة، هي حق يعطيها إياها الدستور الأردني وليست منا أو هبة من صاحب القرار، ولكن هنا في الأردن من يدفع يحصل على الجنسية. عمر الكردي يقول عبر تويتر: نفس الحقوق الممنوحة للأردنيين، والأفضل منح الجنسية لأن الإبن يتبع أمه مثل ما بتبع أبوه. أماني تقول: جنسيتي تركية وبطلع لأخذ جنسية أمي لأنه بحب أمي، تنحسب على البلاد المتحضرة اللي بتساوي بالحقوق وبالواجبات بين مواطنيها دون التحيز الجنس أو عرق أو دين. بلد يعيش فيها من 17 سنة بتمنى تكون في أحسن حال.
طيب أستاذ النور لديك نعم. تعقيب ممكن على مثل هذه التعليقات. يعني احنا بدنا نحكي على يعني جميل التعليقات، هو الموضوع اصلا مثير للنقاش وبيخلي انه فعلا في حاله تجاذب بالافكار. بس هي انا بس بدي اعلق على الاخ حتى بشكل سريع وبعدين اعطي مسألة الدستور. الدستور ساوى في الحقوق والواجبات أمام القانون في المادة 6، إلا أنه بالنسبة للأمور الشرعية اللي هي الميراث خلينا نفرق، حط في أحكام خاصة أنه يطبق فيها أحكام الشريعة الإسلامية، فخلينا نفرق ما بين الاثنين. طيب. الحقوق والواجبات مختلف عما نحكيها عن الحقوق الشرعية اللي هي نصت عليها شرائع الدينية والسماوية. هلأ المسألة الأخرى اللي بدي أحكيها، نظرتنا دائما كيف بدها تكون للمرأة، هل هي مواطنة كاملة وأبنائها أبنائها زي أبناء الأردني، أم إحنا منميز ما بين اثنين؟ يعني قانون الجنسية الأردني بيمنح الحق بالجنسية لزوجة الأردني الأجنبية خلال مدة 3 سنوات، بيمنح الجنسية الأردنية للقيط، بيمنح الجنسية الأردنية اللي والده ليس له جنسية أو غير أو مجهول الجنسية، بيمنح الجنسية الأردنية في بعض الأحيان في قرار مجلس الوزراء للمستثمر. نعم. فمن باب أولى أبناء الأردنية اللي هو انتربوا في هذا البلد وعاشوا في خير هذا البلد وانتموا لهذا البلد ولتراب هذا الوطن انه يكونوا اردنيون كما هو ابناء الاردني. بدي احكي على الجانب اللي تفضلت فيه معالي الوزيره اللي هي الحقوق المدنيه، حاليا نحكي الحقوق المدنيه اقتصاديه اجتماعيه ثقافيه. ولو انه الحق السياسي حق المراه السياسي هو لازم نبقى عليه بمنح جنسيتها، هو هذا الاصل، لانه فيش مجال للتنازل عن هذا الحق الاصيل للمراه. في العديد من الأمور الحياتية اللي ممكن تواجه أبناء الأردنية، ابتداء معاليها تفضلت وقالت رخصة السواقة بدها موافقة أمنية، الإقامة يجب على أبناء الأردنية أنهم يحصلوا على إقامة سنوية وتجديدها مرهون بموافقة أمنية بالإضافة لدفع رسوم، بالإضافة أنهم غير معفيين بقانون الإقامة من رسوم الحصول على الإقامة. بينما عندك تيجي تقول لزوجة الأردني الأجنبية بإمكانها أنه تحصل على إقامة لمدة 5 سنوات من غير أنه تجددها بشكل سنوي. جميل. مثل هذا الأمر بتعرض لحياة أسرة، يعني إحنا هذيك اليوم في نقابة المحامين اسمحي لي هون، منح الأبناء الأردنيات المتزوجات من أجنبي حقوق مدنية بحل هاي الأزمات وهي المشاكل مبدئيا. هل في عنا يعني أنا هذا الاستفسار تشريعات؟ هل لا التشريعات هي موجودة، التشريع هل تعديل على التشريعات؟ إحنا بحاجة لبعض التعديلات على التشريعات، يعني إحنا في عنا قانون الإقامة بحاجة لتعديل إذا بدنا نيجي نحكي على هذا الموضوع. طيب. ولو يعني أنا هون تسمحي لي نرجع لمعاليها نسمع شو الإجراءات اللي ممكن تتخذ في موضوع منح الحقوق المدنية. الحقيقة أن الإجراءات هذه يجب علينا أن نتعاون مع الوزارات المختلفة، يعني إحنا مثلا لابد من التعاون مع وزارة الداخلية ومع وزارة الخارجية، وبالتالي إحنا وزارة دولة لشؤون المرأة نحاول أن نشجع على منح مها الحقوق المدنية، لكن في نفس الوقت لابد من وضع خطة استراتيجية ودراسة حالات متعددة ونبدأ بحل كل حالة على حدة، وبالتالي ممكن أن نحل هذه الأمور بالتعاون مع الوزارات الأخرى وبالتعاون مع الجهات المعنية وبالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان. يعني الدكتور الشريدة عندما تداول هذا الموضوع بالرغم من أنه من منظمة من منظمات حقوق الإنسان ويتكلم من نظرة حقوقية، لكنه يعني أخذ بعين الاعتبار النظرة الحكومية، لأنه يعني طب في إرادة عند الحكومة الحالية لمنح هذه الحقوق؟ نعم، الحقوق أوريدي ممنوحة ولكن الثغرات إلغاء الثغرات. نعم نعم نعم، هناك توجه لإلغاء هذه الثغرات من خلال دراسة حالات متعددة وحل هذه، ولكن في نفس الوقت لا نتمنى أن نضع ضابط لهذه الحالات. يعني مثلا عندما تريد أي امرأة أردنية الزواج من غير أردني، يا حبذا توعيتها في هذا المجال سوف يحدث هكذا وسوف يحدث هكذا بحيث تكون واعية. بس ما عليك هذا قيد على حقها أصلي في حقها في اختيار الزوج. في اختيار الزوج. بس لابد من توعية. أحيانا يعني بدبوا في الزواج. يعني هي ترغب بالارتباط. بعد شهرين. الموضوع برجع لها. يا جماعة. بالضبط هذا يعني حق أصيل. القلب وما يحوي. هذا حق أصيل من حقوق الإنسان. يا جماعة إحنا واجبنا بعدين يعني مثلا أي واحد بده يقدم على خطوة لابد من توعيتهم مش منعي. أوكي. ولكن توعيتها. التوعية فقط. يعني أصلا المرأة عندما تتزوج تقدم على الزواج لا تعرف حقوقها ولا تعرف واجباتها تقريبا، يعني تتفاجأ في أمور كثيرة فهي لا تدرك مثل هذه الأمور في الزواج العادي، فما بالك عندما تتزوج
من أجنبي أو تتزوج من عربي آخر يختلف بيئيا عنها، يختلف أحيانا في الدين، يختلف في اللغة، فلابد أن تكون حذرة أكثر من ذلك. يعني فأنا بقول إنه لابد من إجراء توعية. وبعدين إحنا من استراتيجية لأن وضعناها لوزارة شؤون المرأة جانب توعوي كبير في النواحي الكثيرة المتعددة بحيث تكون المرأة واعية لحقوقها وواجباتها. طيب بس بنعم اسمحي لي بنعم أو لا الوزارات الأخرى متعاونة من أجل إقرار هذه الحقوق؟ أنا تلمسين ذلك؟ ألمس ذلك يعني من خلال يعني تواصلي مع الوزراء ومن خلال طرح المشكلة. طيب. هنالك نوع من التعاون وإحنا يعني وإن شاء الله سوف يبرز شيء في المستقبل وتعالوا طيب. اسألونا في المستقبل إن شاء طيب. الله. زميلنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ رومان حداد تفضل. مساء الخير. مساء النور. يعني أنا حاب في هذا المجال يعني أطرح هيك فكرة خلينا نناقشها فضل. بطريقة شوي تساعدنا أكثر. تفضل. بداية من الواضح أنهم دائما نستند لاتفاقية سيداو اللي أصبحت هي قانون أردني يطبق أمام المحاكم نعم. الأردنية نعم. اتفاقية سيداو الأردن تحفظ على المادة الخاصة في منح المرأة جنسيتها لأبنائها نعم. وبالتالي الأردن لم يخالف أي التزامات دولية والتحفظ حق مشروع في الاتفاقيات الدولية نعم. النقطة الثانية يعني منح الجنسية هو يعتبر من أفعال السيادة داخل الدولة وبالتالي لكل دولة قانون خاص فيها في الجنسية ولو لم يكن من أفعال السيادة لكان جميع الدول متشابهة بقوانين الجنسية نعم. وبالتالي هو فعل من أفعال السيادة التي تقوم بها الدولة ومن خلالها تحدد من هم مواطنيها ومن يستطيع أن يكتسب صفة المواطن أو لا يكتسبها نعم. النقطة الثالثة اللي يعني أنا بحب دائما أشير لها أنه نتكلم عن أبناء الأردنيين وكأنهم بلا جنسيات أخرى. أبناء الأردنيات الأردنيات متزوجات، أشارت الأستاذ الإمام أنه متزوجات من 17 جنسية نعم. وفي جميع دول العالم الأب يمنح جنسيته لأبنائه جميل. ففي الأساس هم معهم جنسيات أخرى طيب. وبالأساس هم مواطنين في دول أخرى استنادا لهذا الزواج. طيب وصلت وصلت استاذ ربان اسمح لي وصلت اعتقد النقاط الثلاث. استاذ عمر كمال تفضل. مساء الخير دكتور. مساء النور. الله يمسيك بالف خير يا سيدي. بس انا بدي ملاحظتين سريعات وانا مندهش من المعلومات القانونيه للمحاميه نور. تفضل يا سيدي العزيز. اولا هي بتقول بدها تقدم طعن امام محكمه دستوريه، الظاهر هي ما قرات قانون محكمه دستوريه لانه ما بيقدر اي واحد يقدم طعن مباشر. الا مجلس النواب. واحد اثنين نعم. بالنسبة كمان ازدواجية الجنسية للذكور بالوطن العربي لا يجوز ازدواجية الجنسية للذكور بالوطن العربي، وهذا القانون متعارف عليه في الوطن العربي كله، وأنا مستغرب من معلوماتها يعني مندهش وشكرا طيب. لك. وصلت أخ عمر وراح أسمع تعقيبك على هذا الحديث أستاذ نور، لكن بعد فاصل قصير مشاهدينا ابقوا معنا.